بيتنا أزرق وقام طلعونا منه قام قلعونا وركبنا بسياس عم نطلل واجينا على البيت وكان والألعاب كان عشرة كانوا ألعابه ألعابي عشرة وكان بحمص يجي عنا وإجاد وصهايب نلعب كلهم والله عايشين بهالبلد بس طلعونا من هالشام بس ما خلونا نضل بهالبيت هذاك كان بيتنا أزرق وحلو وكان في مكعبات وكله في وكان في كل أواعي والله أنا كنت طوالت بس كنت بالتواليت عم تغري إيش صار بوش البطة على التواليت والله وكنا بالبص كانوا هدن العسكر كان هيك بنقول هيك العسكري هيك أسمعنا يا أولادي كل أم هيك هيك عم دانا هيك صار يعملها ونحن أهل الغوطة بس هذا والله وكانوا هيك صاروا ينزلوا طيران هاي طيرتنا كنا بالحقلة ندوش الحيط وكانت الجاجات وكانت وكان في كلاب وكنا من يا زيد ترجع على بلادك؟ برجع يعني بس الله يستر بس أنا مش شايلة الغوطة رجعي